طيب، يعطيكم العافية يا شباب. المحاضرة الماضية بدينا في الـ Data Exploration أو استكشاف البيانات، تمام؟ حكينا إنه بدي أستكشف الخصائص الأساسية للبيانات، الستكشر تبعها، حجمها، مقدار إنه قديش إنه البيانات هذه مكتملة أو لا. كذلك العلاقات بين البيانات الموجودة في مصادر مختلفة. حكينا إنه بدي أستخدم الإحصاء الوصفي لوصف البيانات. الإحصاء الوصفي بيتمثل في ميزة تبعته إنه بيلخص لك البيانات بنقطة واحدة، وأكثر الإحصائيات شيوعا في الإحصاء الوصفي اللي هي مقاييس النزعة المركزية، مقاييس التشتت، ومدى البيانات. كذلك شفنا الكورتيسز والسكيونس تبعت اللي بتعطيني يعني كيف ممكن انه هو يكون الشكل بشكل عام للديستريبيوشن. شفنا مقياسين اللي هو الكورتيسز بالإضافة للسكيونس. شفنا كيف نحسب مقاييس النزعة المركزية، المتوسط، الوسط الحسابي والوسيط والمنوال. وكذلك شفنا مقاييس التشتت الانحراف المعياري. حكينا كذلك على الانتر كوارتايل رينج، حكينا انه هو عبارة عن حاصل الفرق بين ال 75 بيرسنتايل وال 25 بيرسنتايل. شفنا تعريف البيرسنتايل ايش هو، تمام؟ فاخذنا مثال، حكينا البيانات هذه كلها الارقام اللي موجودة تم التعبير عنها باستخدام 6 قيم اللي هي تمثل الإحصاء الوصفي: المتوسط، الوسيط، والمنوال، الانحراف المعياري، والمن والماكس. حكينا برضو كذلك إنه طريقة أخرى في استكشاف البيانات هي الفيجواليزيشن. حكينا إنه إيش أهمية الفيجواليزيشن، تمام؟ وشفنا إيش أنواع الفيجواليزيشن المختلفة، تمام؟ في عندي 3 أقسام أساسية في الـ Visualization: الـ Trend و Relationships و Distribution Plot. كل واحدة فيهم يعني ممكن يكون في لها استخدام معين، في لها أنواع معينة من البلوت. شفنا الـ Line Plot إنه إيش الأهمية تبعته في استكشاف الـ Trend تبع البيانات، تمام؟ أخذنا أكثر مثال عن درجة الحرارة والسيلز. شفنا كذلك الهيت ماب بيتم تمثيل القيم من خلال طيف من الألوان أو طيف للون واحد. شفنا كذلك البار بلوت، كيف إنه أنا أمثل القيم. ممكن تكون أنا أدخل فيها يعني دايمنشن إضافي، زي إنه بكون في أنا عندي البيانات لأعداد الطلبة وبدخل فيها إنه هالول الطلاب يعني طلاب او طالبات. كذلك البروبورشنز شفناها لعرض فئات من كاتيجوري معينه، والستاكت بارز، والدنسيتي بلوتس، والديستريبيوشن بلوتس. اعتقد توقفنا عند السكاتر بلوتس، تمام؟ السكاتر بلوت زي ما شفنا في اول في السلايد اللي بتحكي عن اقسام الفيجواليزيشن، حكينا انه السكاتر بلوت انه بستكشف فيه العلاقه بين متغيرين. فواضح تماما انت عندك في الرسمه انه انت المتغيرين هدول هي هم مرسومين، واحد انت عندك في الاكس وواحد في الواي. فانت عندك تمبريتشر في الاكس والكلوروفيل في الواي. فهنا انت بتحاول ان انت تستكشف العلاقة بين هدول الشغلتين. ايش يعني انك تستكشف العلاقة؟ هل درجة الحرارة لها علاقة بالكلوروفيل، كمية الكلوروفيل؟ هذا الكلام الرسمة اللي حتجاوبك عليه. فانت من الرسمة هذه كيف ممكن ان انت تفسر هذا الكلام؟ انه لغاية درجة الحرارة 10، تمام؟
انه ما في اي تاثير على الكلوروفيل، لانه كل البيانات متمركزه يعني في عند الصفر، حوالين الصفر. لكن لما نزاد درجه الحراره عامل 10، اي نعم في عندي تمركز عند الصفر، ولكن في بعض النباتات الكلوروفيل فيها بيزداد. تمام، فهيك بتعرف النمط، يعني انه في تاثير ولكن مش عند كل النباتات، عند بعض النباتات. السكاتر بلوت برضو كذلك، ممكن انه انت تدخل فيه دايمنشن ثالث او متغير ثالث. ايش هم المتغيرات اللي هنا؟ متغير في الاكس عندك البي ام اي، متغير في الواي اللي هو التشارجز، والمتغير الثالث اللي هو سموكر، يس ولا نو، بياخذ قيمتين. تمام، لاحظ انه البي ام اي والتشارجز يا استاذ هذه عبارة عن قيم عددية رقمية نيوميريك، أما السموكر كاتيجوريكال يس ونو. تمام، حكيت لو أنت ما دخلتش هذا الدايمنشن الثالث اللي هو السموكر يس ونو، هذه النقاط كلها بتمثل لون واحد. تمام، بتكون لونها لون واحد. لكن أنت بما أنه أنت دخلت الفئة، فكل نقطة بدك تلونها. حكيت السكاتر بلوت يا شباب عشان انه انت تقدر انه انت تتخيله. على سبيل المثال النقطة هذه شو بتمثل؟ هذه النقطة، النقطة هذه بتمثل انه البي ام اي تبعها قديش عند 23 مثلا على سبيل المثال، وعندك التشارجز بتكون على سبيل المثال 3500 او 30500، 3000 30500 مثلا على سبيل المثال. فبالتالي كل نقطة بتمثل قيمة في two attributes x و y. تمام؟ حكيت هنا في هذا السكاتر بلوت انت بتقدر انه انت تبني او تستنبط علاقات. عارفين البي ام اي؟ بي ام اي هو البادي ماس اندكس. بادي ماس اندكس، ايش البادي ماس اندكس؟ هو عباره عن اندكس بياخذ وزن الشخص بالنسبه لطوله، عشان انت تعرف انه انت طولك مناسب او مش مناسب، او وزنك زياده او مش زياده، بدك تاخذ بعين الاعتبار الطول، يعني الطول بياخذ في الوزن. والتشارجز اللي هي قديش مقدار الغرامه اللي انت ممكن انه انت تدفعها مثلا في مخالفات معينه. فبتلاحظ هنا على سبيل المثال انه البي ام اي كل ما يزيد هل بتزيد المخالفات؟ لا، تقريبا لا. اذا كان في زياده بتكون زياده بسيطه جدا. فعشان هيك انت ممكن انه تكون في علاقه، فعلا العلاقه هذه ممكن انه تكون زي هيك، المنحنى شوي طالع لفوق. يعني لو انت حسبت الكوريليشن، معامل الارتباط، ممكن تلاقي معامل الارتباط هنا مثلا على سبيل المثال بوينت واحد، بينما هنا اذا كان مدخن يس، هل في زيادة؟ اه في زيادة. ممكن انه انت ترسم خط نوعا ما زي هيك بيمثل انه في زيادة، ممكن يكون الكوريليشن هنا مثلا على سبيل المثال بوينت سبعة. تمام، حكيت هذا الكلام. لو ما كانش انت عندك اليس والنو ما بتقدر انه انت تستنبط اي علاقه بدون ما انت تلون النقاط، لكن لما دخلت اليس والنو فعلا قدرت انه انت تستنبط بعض العلاقات اللي موجوده انت عندك. فهذا الكلام كله انت ممكن تستكشفه في السكاتر بلوت. الماب بلوت، الماب بلوت انه انت ممكن انه انت ترسمه في حال كان عندك بيانات من ثلاث انواع. ايش هي هذه البيانات؟ احداثيات، اول حاجه احداثيات. ثاني حاجه ايش يعني احداثيات؟ خط الطول وخط العرض. تمام، يعني مثلا على سبيل المثال عندك موقع البيت مش مكتوب العنوان تبعه ولا مكتوب الحي تبعه، مكتوب الاحداثيات تبعته الاكس والواي او خط الطول وخط العرض. في حال توفر هذه البيانات او انه كانت البيانات المتوفرة المدينة
أو المنطقة الجغرافية محافظة يعني مثلا، أو البلد. هذا الكلام أنت ممكن إنه أنت ترسمه. في هذه الحالة أنت في هذه الرسمة بتمثل رسمة لعمودين. إيش هو العمود الأول؟ الكونتري. والعمود الثاني هو بيمثل زي ما أنت شايف هنا، عبارة عن طيف من الألوان من 6 ل 12 مثلا على سبيل المثال. ممكن هذا الإندكس بيمثل على سبيل المثال نسبة المدخلين بالنسبة لعدد السكان. زي ما أنت شايف طيف الألوان هذا، إنه كل ما كان داكن أكثر بتكون القيمة أكبر، والعكس صحيح. أو ممكن يمثل هذا عبارة عن الدخل، أو يعني أي مقياس بغض النظر. فأنت ممكن إنه أنت تشوف البلدان اللي باللون الداكن على طول، خلاص إنه أنت بتحددها، أنت عندك في هذه البلد القيمة أعلى ما يمكن. فواضحة عندك الشغلة هذه بدرجة كتير كبيرة إنه أنت تعرفها. تمام؟ هذا الكلام كله ممكن إنه أنت تلخصه في وين؟ في داشبورد. طبعا هذا النوع من الرسمة إيش هو؟ حكيناه المحاضرة الماضية. دونت. تمام. بروبوشن دونت هذا. عبارة عن بارز، ولكن بدل ما هي عمودية أفقية. هذا عبارة عن إيش؟ سكتر. تمام. هذا عبارة عن إيش؟ لاين بلوت. هذا عبارة عن إيش؟ حاجة بيسموها وورد كلاود. وورد كلاود، سحابة الكلمات. إيش هي سحابة الكلمات؟ أنت بتستخدمها لتمثيل المرئي للبيانات النصية. تمام. النصوص أنت ما بتقدر إنه أنت تمثلها على شكل أعمدة أو على شكل باي، فأنت بتمثلها على شكل وورد كلاود. إيش بتلاحظ في الوورد كلاود؟ في عندك كلمات كبيرة، كلمات صغيرة. حجم الكلمة إيش بيعكس؟ تكرار. كل ما كانت الكلمة أكبر، كل ما كانت متكررة أكثر أنت عندك في النصوص اللي أنت بتعملها فيجواليزيشن. بالمناسبة هذه الداشبورد لإيش؟ هذه الداشبورد لثمان منتجات موجودين على متجر ما زي علي إكسبريس أو أمازون. أنت لما تيجي تطلع على المنتجات هذه، على إيش بتطلع؟ على المراجعات تبعتها، اللي هو إيش؟ قديش عدد النجمات، الريتنج، التقييم تبعها. فهذا متوسط تقييم لثمان منتجات 4.3. تمام. وهنا انت عندك السنتمنت بوزيتيف ونيجاتيف، عندك هنا تو لاينز بالاحمر وبالاسود. تمام. فبالتالي ممكن انه انت تشوف، انت لما تيجي تشتري اي منتج على من المتجر ايش بتسوي اول حاجه؟ شوف الريتنج، بتطلع على الريتنج تبعه، وبتطلع على المراجعات، التعليقات، الزبائن اللي اشتروه ايش بيحكوا عنه. اه والله انه المنتج هذا كويس وعمر معايا، ولا المنتج هذا انه سيء، البطاريه بتسخن بسرعه، او الجهاز بيسخن بسرعه، او انه المتانه تبعته مش تمام. فهذه تعليقات ايجابيه او سلبيه، فانت بدك تقيس السلبي والايجابي تبعها على حسب اطار زمني معين، زي ما انت شايف هنا في اللاين بلوت في لود تايم لاين. وهذه عبارة عن كلمات معينة، وقديش التكرار تبعها، قديش تكررت عندك في النصوص، قديش عدد المراجعات 511 مراجعة، والافريج برايس للثمان منتجات هدول 150. اللي انا بدي احكيه هنا انه كل انواع البلوت او الفيجواليزيشن انت جمعته هنا في داشبورد واحدة. وهذا شغل البزنس اناليست، انه انت بتعرض هذا الكلام كله في داشبورد واحدة. ولكن يعني هذه الداشبورد انت ممكن انه انت تستخدمها عشان تراقب كي بي ايز معينة. انت كديتا ساينتست هتستخدم الفيجواليزيشن للتعرف على البيانات، لاستكشاف البيانات. تمام؟ فعشان هيك كتبت لك رود ماب لاستكشاف البيانات، مجموعة من الخطوات يفترض أن أنت تطبقها لاستكشاف البيانات. الخطوات هذه
أول حاجة بدك ترتب البيانات، ثاني حاجة اكتب والله بالبيانات والتاريخ. ثلاثة عشر أول حاجة بدك تعملها بعد ترتيب البيانات إنه أنت بدك توجد السنترال بوينتس لكل اتريبيوت. معنى ذلك إنه أنت عندك في الداتا سيت ممكن يكون في 11 عمود، 10 أعمدة، 7 أعمدة، بغض النظر. لكل عمود إيش بدك توجد؟ السنترال بوينتس. اللي هي بدك تستخدم مقاييس النزعة المركزية. وبعدين برضو لكل عمود ايش بدك تسوي؟ بدك تشوف مقاييس التشتت سبريد. بعدين بدك تعمل فيجوالايز للديستريبيوشن برضو لكل عمود، بدك تشوف كيف توزيع البيانات لكل عمود، هل هي التوزيع تبعها طبيعي او تخضع لتوزيع ثاني. بعدين بدك تشوف الاوتلايرز. الاوتلايرز يعني باختصار لو انت عندك بيانات معينة موجودة متمركزة حول نقاط معينة أو تكتلات معينة بهذا الشكل، قد تكون إنه أنت عندك هنا في نقطة لوحدها موجودة، لو حواليها نقاط ما بعتبرها أوتلاير. لو كانت لوحدها في الغالب إنه هي بتكون أوتلاير. إيش الأوتلاير؟ هذا بيمثل حالات استثنائية أو حالات شاذة. سبليت يعني في تشتت كبير عن هو بيأثر على مقاييس النزعة المركزية وبيأثر على مقاييس التشتت، مقاييس النزعة المركزية والتشتت. يعني تخيل معايا انه يعني انت عندك متجر، والمتجر هذا انت عامله ل يعني اشخاص الفئة العمرية تبعتهم من 18 ل 25 مثلا على سبيل المثال. تخيل انه انت عندك اجا كاستمر عمره 73 اشترى من المتجر تبعك. لقيت هذا الكاستمر يمثل اوتلاير، لانه معظم الزبائن انت عندك بين ال 13 بين ال 18 وال 25. فكيف بدك تتعامل معه؟ ال 73 هذا اللي عمره 73 حيأثر انت عندك في المتوسط، حيخلي المتوسط ينحرف، تمام، ويصير انه المتوسط مثلا متوسط اعمار الـ هذا انه ممكن يكون 43 او 33. شايف انه كيف بيأثر عليهم؟ والتشتت برضه بيخلي التشتت مقدار كبير. اذا انت كان الاهتمام تبعك انه انت بدك تهتم بالسلوك العام للمشترين، فممكن انه انت تعتبر هذا حالة استثنائية تشطبه، تعمله ريموف، تزيله من البيانات تبعتك. اما اذا كان انت عندك اهتمام من نوع تاني، ايش يعني اهتمام من نوع تاني؟ يعني على سبيل المثال انت بدك الزبائن غريبي الاطوار، ساعتها الاوتلايرز هدول هم اللي بيهموك، مش انه انت بدك تشيلهم، بدك توجدهم عشان على سبيل المثال بدك اياهم ان هم يجربوا لك منتج معين مثلا على سبيل المثال، تمام؟ واضح يا شباب؟ لاحظ انه من واحد لخمسة هذا الكلام بتطبقه لكل اتريبيوت. بعدين عندك من ستة لسبعة هذا بتطبقه بين الاتريبيوت، اثنين فاكثر، اثنين فاكثر. وانت ايش بدك تسوي؟ بدك تستكشف العلاقات وتعمل فيجواليزيشن لهي العلاقة. تحضير البيانات. تحضير البيانات انا لخصت لك في هذا الجدول
مجموعة من المهام اللي أنت ممكن تستخدمها في تحضير المهام، في تحضير البيانات. أول شغلة Data Consolidation. إيش بتسوي في Data Consolidation؟ Access، Collect، Filter، Integrate. كل التاسكات هذه، كل السب تاسك هذه ممكن انه انت تسويها في الداتا كونسوليديشن. هذه التاسكات كلها مجتمعه مع بعض بسميها داتا كونسوليديشن. انه انت بتعمل اكسس للبيانات، اتفقنا انه بيانات انت عندك موجوده في مصادر متعدده بدك تعملها اكسس. بيانات هذه ما بدك اياها كل، فبدك تعمل فلتر. بعدين البيانات هذه كلها بدك تحطها في مكان واحد، بدك تعملها انتجريت. تمام؟ ايش الادوات اللي عندك موجوده؟ اغلب الادوات اللي انت ممكن تستخدمها اللي هي الاس كيو ال كويريز والاس كيو ال تولز. تمام؟ بعدين التاسك الثانيه هي الداتا كليننج، فيها ثلاث تاسكات مختلفه. ايش هي التاسكات هذه؟ اول حاجه كيف بدك تتعامل مع الميسنج فاليو. الحاجة الثانية النويز كيف بدك تتعامل معها. الحاجة الثالثة كيف بدك تتعامل مع البيانات اللي فيها ايرور. طيب بالنسبة للميسنج داتا، انت ممكن تسوي اربعة، يعني واحد من الاكشنز الاربعة هدول، واحدة منهم، يا اما تعملهم فيل تعبيهم تستبدل القيم، يعني تمام تستبدلهم بإيش؟ بالمتوسط أو الوسيط أو الماكس أو المين أو المود حسب. يعني أنت على سبيل المثال لما يجي عندك زبون جديد في استمارة الاشتراك، أنت بتروح بتسجل على سبيل المثال العمر أو المهنة، فوجدت إنه العمر نسيوا انه هو يسجلوه، او الكاستمر نسي انه هو يسجل العمر، فبالتالي البيان هذا مش موجود. فايش بدك تسوي؟ تمام، بتروح المنطق بيقول انه شوف العمر الاكثر تكرارا المنوال او المتوسط وحطه مكان هنا. ليش؟ لانه بدي البيانات هذه تتعبى، لانه البيانات هذه لما تكون فاضيه بتكون بتسبب اشكاليه في الماشين ليرنينج مثلا على سبيل المثال. هذا الكلام يعني بيمشي على الأرقام وبيمشي على الفئات. يعني على سبيل المثال إجالك كاستمر أو أنت في عندك استمارة لكاستمر، من الاسم ما قدرت إنه أنت تحدد إنه هو ميل ولا في ميل، لأنه الاسم بيزبط للاثنين ميل وفي ميل، ومعظم الزبائن اللي عندك في ميل. ليش بتعمل فيل للفاليو؟ بالقيمة الأكثر تكرارا اللي هو الفيميل. تمام؟ المنوال في هذه الحالة بيكون فيميل، فبالتالي بتعمل فيل للفيميل. أو ممكن تعمل فيل بقيمة ثابتة زي إيش مثلا ان اي، لو أنت بتحدد إنه هنا في قيمة مفقودة بدل ما تكون نال، لأنه أنت عارف النال في الداتابيز بتختلف عن إنه يعني قيمة فاضية. فأنت ان اي هنا معناها not available. او انه انت بتشيل السجل كله بالكامل، موظف او عفوا الكاستمر اللي فيه عنده بيان بالبيانات تبعته مفقوده بشيله. هذا القرار وقتيش انا بروح عليه؟ اذا كان عندي كميه بيانات وفيره جدا، يعني عندي 100,000 سجل، عندي 10,000 سجل، وفي عندي واحد فيه بيانات مفقوده، خلاص بشيله برتاح منه، ما فيش داعي انه نعمل له فيل. لكن لو عندي البيانات محدودة، عندي على سبيل المثال 300 سجل 500 سجل، ساعتها الخيار الأول بيكون هو الأنسب، يعني بدي أحافظ على البيانات قدر الإمكان. لو ال 300 هدول شلت منهم أنا الميسنج بضل ليش إشي منهم. تمام؟ طيب آخر خيار دو nothing، خليهم زي ما هم. في هذه الحالة إنه بتكون بعض الخوارزميات عندها القدرة انه هي تتعامل مع الميسنج داتا. في بعض الخوارزميات الثانيه بتقول لك والله ما انا متعلم ولا حاجه،
غير لما تستبدل الدائره، ما بقدرش انا اتعامل مع البيسك داتا. تمام؟ فبيعتمد على طبيعه الخوارزميات اللي انت بدك تتعامل معها، ايش بدك تسوي. طيب عرفنا الميسنج داتا، ايش الفرق بين الميسنج داتا والنويز؟ لازم تعرف الفرق. النويز هو الاوتلاير اللي احنا حكينا عليه قبل شوي. فانت في الاوتلاير هذا بدك تحدد انه ايش بدك تسوي، ريموف تمام، ولا انه انت بدك، انه انت مهتم فيه انه انت بدك تحدد الاوتلايرز. طب والايرور، ايش اللي بيفرق الايرور عن الاوتلاير؟ الايرور بيكون في عندك خلل في القيمة، يعني حاجة غير الاوتلاير. زي ايش مثلا؟ انه تكون في عندك اود فاليو او انكونسيستنت كلاس ليبل. يعني مثلا على سبيل المثال في الايج تبع الكاستمرز وجدت شخص عمره 320، هل هذه القيمة معقولة؟ هذا يعتبر ايرور. القيمة مش ميسنج تمام ولا اوتلاير، ولكن انه خطأ في الادخال، انه بسبب اللي بيدخل اصبعه كبير اجى يدخل 23 طلع معاه 320 او 230 مثلا على سبيل المثال. فبالتالي هنا انت كيف بدك تتعامل معها؟ بدك تعملها يا اما كوركت صححها او ريموف. تشيل تمام؟ السجل كله صحيح. كيف؟ السجل كله بدك تشيله. صحيح. وهنا في الميسنج برضه بدك تشيل السجل كله بالكامل. تمام؟ مثال ثاني inconsistent مثلا value، انه انت عندك على سبيل المثال العلامات، في علامة بالماينس، مدرس لما يجي يرصد العلامات بالغلط دخل على زر الماينس، فبالتالي بدل ما هو يدخل مثلا ماينس 70، بدل ما يدخل 70 دخل 70 بالماينس. تمام؟ او يعني ممكن يكون انه في العلامه يفترض انه انت تدخل رقم لكن دخلت سترينج، هذه كلها بدها تصحيح، يا بتصححها يا بتشيل السجل كله بالكامل. التاسك الثالثه اللي هي الترانسفورميشن، ترانسفورميشن اللي هي يا اما نورماليزيشن، يا اما بتعمل ديسكريتايز للديتا، يا اما بتعمل كوندكت لنيو اتريبيوت. حكينا عن النورماليزيشن قبل هيك، انه انت بيكون في عندك بيانات الرينج تبعها مختلف متباين جدا، فبالتالي اذا انت بدك توحد الرينج بين الصفر للواحد او بين الماينس واحد والزائد واحد، فممكن انه انت تطبق هذا الكلام عشان انه يكون الرينج موحد انت عندك في البيانات، عشان ما ياثرش هذا الكلام على الماشين ليرنينج الجوريزم. الديسكريتايز او الاجريجيت انه انت بتحول من ارقام لفئات او من فئات لارقام. كيف يعني؟ يعني انت على سبيل المثال الفئات العمريه، انت عندك يعني الاعمار في عندك 13 17 تمام، بدل ما تخليه رقم زي هيك تمام، فانت بتروح بتغيره لفئات. ايش يعني بتغيره لفئات؟ اذا كان الزبون هذا عمره اقل من 18 فبتحط انه الفئه العمريه تبعته مراهق تينيجر، واذا كان من 18 ل مثلا على سبيل المثال 50 فبتعتبره ادلت، فوق ال 50 مثلا بتعتبره اولد مثلا. فبالتالي انت حولت من ارقام لثلاث فئات. تمام؟ اخر حاجه في الداتا ترانسفورميشن اللي هي كونستراكت لنيو اتريبيوت. فانت فعليا بدك تشتق
اتريبيوت جديد، عمود جديد من اتريبيوت موجود. ضربنا المثال انه انت لما يكون عندك تايم ستامب بدك تستخرج منه الداي اوف ذا ويك، اليوم في الاسبوع، انه هل مثلا تمت عملية الشراء هذه يوم السبت ولا الاحد ولا الخميس ولا ايش بالضبط، لانه انت بدك تشوف مثلا هل مثلا في انماط شرائية معينة يوم الويكند وهكذا. تمام. اخر حاجه الداتا ريدكشن، تقليل البيانات. تقليل البيانات بده يكون على مستوى الاعمده، على مستوى السجلات، تمام، او انه انت تعمل بالانسنج للبيانات. على مستوى الاعمده هذا الكلام احنا حكيناه سابقا، انه انت بدك تطبق حاجه اسمها فيتشر سيلكشن. في عندك 40 عمود بدك اهم خمسه، هذا اسمه reduction للنمبر اوف اتريبيوتس. او انه انت بدك تقلل عدد السجلات. انت عندك بيانات ضخمه جدا في الفوليوم، عندك 3 مليون سجل، ما بتقدر انه انت تعالج ال 3 مليون سجل. ايش بتروح بتسوي؟ بتروح بتاخد سامبل منهم، بس السامبل هذه لازم تكون بتمثل كل البيانات. ما ينفعش انه انت تاخذ بيانات مثلا من فئه معينه او من جهه معينه، فبدك تاخذ البيانات هذه من كل الداتا سيتس بحيث تكون انه ريبريزنتيتيف. في انت عندك طرق احصائيه زي مثلا الاستراتيفايد سامبلينج، انه انت ممكن انه انت تاخذ بعين الاعتبار اتريبيوت معين زي الكلاس وتاخذ عينه ويكون توزيع الكلاس متماثل. يعني انت على سبيل المثال عندك الكلاس A و B، بيانات تنتمي لفئتين، فئة A وفئة B، فبالتالي الراندوم سامبل ممكن تاخذهم بالصدفة كلهم من A، لكن لما يكون ستراتيفايد في هذه الحالة انت بتاخذ 50 من A و50 من B مثلا على سبيل المثال. لا، هذا الكلام بيطبق على عدد السجلات، تمام، مش الأعمدة. الأعمدة كلهم زي ما هم موجودين، بس أنت عندك سجلات كثيرة وبدك تنتقي منها. تمام. آخر حاجة البالانسد سكيود داتا. إيش معنى هذا الكلام؟ لما يكون في عندك بيانات مش موزعه بشكل متوازن، يعني على سبيل المثال افترض انه انت عندك صور لتفاح وبرتقال، افترض انه انت عندك عدد صور التفاح 10,000 والبرتقال 70,000 مثلا، فبالتالي عندك البرتقال الصور تبعته 7 اضعاف من التفاح. اي نعم انت عندك من التفاح بيانات كافية 10,000، ولكن هذيك انه اضعاف مضاعفة. فانت ممكن تقلل عدد السجلات، انه انت تاخد عينة من صور البرتقال توازي الكلاس عشان تعمل بالانس. فهي المقصود انه بالانس سكيود داتا، تمام، عشان يكون في عندك توازن بين الكلاسز. فعليا هيك بنكون خلصنا هذا الباب. احنا حكينا في هذا الباب عن فهمنا كيف انه يعني اهميه استيعاب او فهم البيانات اللي موجوده عندي اللي بدي اشتغل فيها، شفنا شو دور الاحصاء الوصفي عشان يعطيني نظره عامه جيده عن البيانات، كذلك شو اهميه الفيجواليزيشن، قديش انه مقدار القوه تبعته في استكشاف البيانات، وحكينا انه كذلك عن الداتا بريبريشن انه هي تاسك مهمه. ليش؟ لانه البيانات عاده في الريال وورد بتكون محتاجه فعلا لمعالجه ولتنظيف قبل ما انه انا استخدمها. الدكتور مش راح اعمل لود. كيف؟ مش راح اعمل لود. ايش يعني لود؟ هنعمل الاي تي ال موجود انت عندك هنا في الترانسفورميشن، هذا تعتبر انت عندك اي تي ال. يعني construct a new attribute هذا يعتبر عبارة عن extract. discretization و normalization هذا يعتبر transformation. مش حيضل طب اللود اللي يحمل الداتا على
على الاي ار بي مش الاي ار بي على الداتا هو وير هاوس. الورك. صحيح، بس هاي وكانه بس بتخزن البيانات هناك، فبالتالي مش عمليه تذكر يعني تول حتعمل لك اياها، انت مش حتاخذ فيها قرارات كثيره. تمام، في اي اسئله يا شباب؟ يعطيكم العافيه.